إذا انطلقت منتصف ليلة أمس فترة الصمت الانتخابي التي تسبق استفتاء 25 من جويلية، معلنة نهاية حملة انطلقت في 3 من الشهر الجاري، حملة عرفت تسجيل أكثر من 161 جهة للمشاركة فيها، من بينها جمعيات ومنظمات وأحزاب وأشخاص طبيعيون، وانقسمت بين الداعمين لمشروع الدستور والداعين لرفضه وسط مقاطعة أحزاب سياسية وائتلافات. وكانت الهيئة العليا للانتخابات التي دعت إلى ضرورة التقيد باحترام الصمت الانتخابي أعلنت أنه تم تسجيل نحو 9,300,000 ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء الذي ينطلق في الداخل غدا في 6 صباحا في أغلب مراكز الاقتراع ويتواصل إلى حدود 10 ليلا. إذن 25 من جويلية موعد انتخابي جديد تعيشه تونس غدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. غدا تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. هذه العملية الانتخابية سيشارك فيها حوالي 8,929,665 ناخبا في داخل تراب البلاد. 25 من جويلية 2022 موعد التونسيين والتونسيات مع صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد التونسية، فبرقم اعتبر هاما ويسجل لأول مرة في تاريخ الانتخابات في تونس سيدلي حوالي 8,929,665 ناخبا في داخل تراب البلاد، مسجلين من أصل 9,278,541 ناخبا وناخبة بأصواتهم يوم الاستفتاء، يمثلون كل التونسيين الذين بلغوا سن التصويت أي سن 18 سنة والحاملين لبطاقة التعريف الوطنية، وتمثل النساء نسبة 50.47% من جملة المسجلين، فيما بلغت نسبة الرجال 49.53%. وحسب الفئة العمرية فإن 19% من المسجلين يفوق معدل أعمارهم 60 سنة، وقد بلغت الفئة العمرية ما بين 45 و60 سنة نسبة 25%، في حين تبلغ نسبة من تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة 43%، أما فئة الشباب بين 18 سنة و25 سنة فتبلغ نسبتها 13% من جملة الناخبين المسجلين. 26% من المسجلين تم تسجيلهم بطريقة آلية، فيما بلغ عدد الناخبين الذين قاموا بتحين مكاتب الاقتراع الأقرب إلى مكان تواجدهم يوم الاستفتاء 228,427 ناخبا وناخبة، تولى 53% منهم التحين الشخصي بواسطة خدمة USSD، و24% منهم عبر التنقل إلى مراكز التسجيل القارة والمتنقلة للهيئة، و23% عبر موقع الويب. وحرصا على المشاركة الواسعة لكل التونسيين في داخل البلاد وضمانا لحقهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4,536 مركز اقتراع و11,236 مكتب اقتراع. كما تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستعدادا ليوم الاقتراع على المستويين المركزي والجهوي وبالهيئة الفرعية انتداب حوالي 62,000 عضو مكتب اقتراع وتكوينهم وإعدادهم للإشراف على مكاتب الاقتراع بعد التحري في شروط الحياد والاستقلالية والنزاهة. هذا وتفتح مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة 6 صباحا وإلى غاية 10 ليلا، فيما تقرر ولأسباب أمنية استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابية بكل من القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة بتوقيت خاص خلال عملية الاقتراع، وذلك بفتح أبوابها على الساعة 7 صباحا للتغليق على الساعة 6 مساء. كما تم التنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية لتركيز وحدات عسكرية لدعم الوحدات الأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية من مراكز الاقتراع ومراكز التجميع والهيئات الفرعية في كامل تراب الجمهورية لضمان حسن سير عملية الاستفتاء. ونعتذر مشاهدينا عن عدم التمكن من تمرير عناوين التقارير والروبورتاجات والتغطيات الإخبارية كافة وأسماء المتحدثين الواردة فيها لعطب فني. أما بخصوص التونسيين بالخارج فقد تم تخصيص 298 مركز اقتراع
مراكز فتحت أبوابها للجالية التونسية في الخارج في 46 دولة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. يتواصل لليوم الثاني على التوالي توجه الناخبين من الجالية التونسية بالخارج إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. 298 مركز اقتراع فتحت أبوابها للتونسيين في 46 دولة، حيث أكد عدد من الناخبين سلاسة العملية رغم بعض التشكيات المتعلقة ببعد مكاتب التصويت عن الناخبين في بعض الدول. هي أجواء باهية، فما برشا تونسة، معناتها أنا جيت من الليل بعد 300 كيلومتر، أما واحد لازم يقوم بالواجب نتاعو معناتها تجاه الوطن نتاعو. وكان ان شاء الله تونس ديما خير، كل شيء منظم منظمين وتعدينا نورمال، لقينا رواحنا قدام معناتها الهيئه المستقله نتاع الانتخابات، مدينا معناتها اثبتنا الهويه نتاعنا وتعدينا، اقترعنا كما يقولوا فيها بكل حريه. سي دو نوت ديفوار باش نمشي ونقولوا اي ولا لا، وهذاك راينا وراينا ساكونت. هي اجواء تونسيه معناها 100% برسك، احنا تويك اللي في الجران يونيفرسيتي معناها وين الطلبه نتاعنا توانسه، معناها مكتب الاقتراع منظم منظم برشا برشا بالحق، واحد يلقى روحه بسهوله معناها يا لاكسي معناها باش يفوتي، معناها جيسبيغ معناها تمشي الامور كما نحب ان شاء الله. وحول الارقام التي تم تسجيلها خلال اليوم الاول لعمليه الاستفتاء، بينت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنها سجلت إلى حدود الساعة السابعة مساء تصويت 1.9% من جملة المسجلين بدائرة فرنسا 1 و 1.8% في فرنسا 2 و 4.5% في ألمانيا. أما في إيطاليا بلغت نسبة الإقبال 1.2%، وكانت نسبة الإقبال في الأمريكتين وباقي دول العالم 3.1%، بينما سجلت بمنطقة العالم العربي نسبة 2.9% من جملة المسجلين. شرعت مختلف الهيئات الفرعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق ليوم الصمت الانتخابي في توزيع المواد الانتخابية على مختلف مراكز الاقتراع التابعة لكل دائرة انتخابية، أين ستنطلق غدا الاثنين عملية الاقتراع بداية من الساعة 6 صباحا إلى حدود 10 ليلا. بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية تم تأمين إيصال جل المواد الانتخابية إلى مختلف مراكز الاقتراع التابعة لكل دائرة انتخابية قبل يوم من انطلاق عملية التصويت على مشروع الدستور المعروض للاستفتاء. بداية على الساعة 4 صباحا تمثلت بالتدقيق في نقل المواد الانتخابية من صناديق، من حبر، من محاضر وغيرها من المركز المجمع، المركز الكائن بطريق جربة ولاية مدنين، مركز التخزين، إلى مختلف المراكز. اتخذ هذا النقل وهذا التوزيع عدة مسارات عددها 17 مسار لنؤمن توزيع تلك المواد الانتخابية على جميع المعتمديات على جميع المراكز. نقل المواد الانتخابية تم بعد استكمال الاستعدادات وتذليل صعوبات تعلقت بانتداب أعوان مكاتب الاقتراع ببعض المعتمديات. المشكلة في البعد الجغرافي على مركز المدينة القيروان المدينة، عندنا بعض المعتمديات كما العلاه كما حجب العيون يعني بعاد ياسر، والمراكز الريفية هذه كان ثم صعوبة من الأول في انتداب نتاع الأعوان نتاع الاقتراع، ثم تداركنا الأمر ومعناها وفرنا عدد كامل من الأسرة التربوية، من الموظفة العمومية، من المعطلين، من معناها الطاقات المحلية كلها، عناصر نسائية كانت حاضرة بشكل كبير ياسر في التقدم لعضوية مكاتب الاقتراع. ومن المنتظر أن يواصل أعوان المراقبة التابعين للهيئات الفرعية غدا مراقبة سير عمليات الاقتراع بعد أن انطلقوا منذ منتصف ليلة أمس في رصد المخالفات المتعلقة بخرق الصمت الانتخابي. لليوم الثاني على التوالي تدور عملية الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور في 298 مركز اقتراع تم فتحها ب 47 دولة لتمكين الجالية التونسية من الإدلاء بأصواتهم. نتابع إذن في التقرير التالي سير هذه العملية التي تتواصل إلى يوم غد.
في آخر مستجدات سير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن نسب الإقبال على مراكز الاقتراع المسجلة إلى حدود 6 من مساء اليوم بتوقيت تونس تتقارب مع النسب المعتمدة في الانتخابات التشريعية لسنة 19 و2000، مشيرا إلى أن نسب مشاركة الناخبين في الدوائر الانتخابية 6 تشهد نسقا تصاعديا. بالنسبة إلى دائرة فرنسا 1 سب المشاركة المسجلة إلى حدود الساعة 6 هي 4.8%، بالنسبة لدائرة فرنسا 2 4.2%، بالنسبة إلى دائرة ألمانيا 4.7%، دائرة إيطاليا 3.4%، دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية 4.1%، ودائرة العالم العربي وبقية العالم 6.5%. ويأمل فاروق بوعسكر أن يتضاعف إقبال الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور غدا داخل تونس وخارجها. بي أيضا كان نغتنم هذه الفرصة لتذكير عموم الناخبين التونسيين بالخارج وبالداخل أن العملية تتواصل إلى يوم الغد بالنسبة للتونسيين بالخارج إلى حدود الساعة 6 مساء في مراكز ومكاتب الاقتراع في البلدان التي يقيمون فيها، وبالنسبة للتونسيين بالداخل طبعا تنطلق العملية بداية من الساعة 6 صباحا إلى 10 ليلا في مكاتب ومراكز الاقتراع الموجودة داخل تراب الجمهورية. وبهذه المناسبة دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين إلى التثبت مسبقا من المعطيات الخاصة بمكاتب الاقتراع التي سيدلون فيها بأصواتهم. عودنا كمجلس هيئة عليا مستقلة للانتخابات لجميع الناخبين والناخبات التونسيين والتونسيات سواء كانوا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن أن يتوجهوا بكثافة إلى مكاتب ومراكز الاقتراع في اليوم الأخير للتصويت، وأن يتثبتوا قبل كل ذلك من مراكزهم ومكاتب الاقتراع التي سوف يصوتون فيها يوم غد عبر تطبيق نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف دياز، أو بالنسبة للتونسيين بالخارج عبر الموقع الإلكتروني توانسا. وأكد بوعسكر أن عملية التثبت تخول للناخبين التونسيين من الإدلاء بأصواتهم في ظروف مناسبة ودون تعقيدات، آملا أن تقع عملية التثبت من مراكز الاقتراع في الساعات القادمة لتجنب أي إشكال قد يواجهه الناخب. هذا وتؤمن التلفزات التونسية تغطية مباشرة لهذا الاستحقاق الانتخابي عبر مراسليها ومبعوثيها وتقنيها وفرقها التلفزية، فمتابعة طيبة للجميع. كخلية نحل هي التلفزة التونسية هذه الأيام في لمسات أخيرة لمواكبة موعد استفتاء 25 من جويلية، حركة لا تهدأ في أروقة المؤسسة واستوديوهاتها بين تحديد لمضامين النشرات الإخبارية العادية والاستثنائية المخصصة لتغطية هذا الاستحقاق الانتخابي وما سبقه من عمل مسبق من بحث وتدقيق في أدق تفاصيل الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي وما بعده، وبين استكمال دليل البث والتثبت من النقاط المباشرة صوتا وصوتا ضمن المساحة الزمنية المخصصة للبرامج التي ستؤمن تغطية الحدث. استوديو 900 استوديو نجيب الخطاب يأمن بداية من الساعة 6 صباحا تقريبا 6-10 دقائق إلى حدود الساعة 1 أو 2 بعد منتصف الليل، باش يكون فضاء مفتوح فيه عديد الفقرات البرامجية إلى جانب تأمين تقريبا 9 نشرات إخبارية. هذا فيما يخص الاستوديو هذا اللي باش يكون باتصال مع عديد النقاط. تغطية تؤمن من مختلف جهات الجمهورية في مراكز الاقتراع كما مراكز الفرز والمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات التابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي. الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي استعد لهذه المناسبة منذ مدة، جاهزين حاضرين في كل مكان، قمنا بالتجارب اللازمة والإجراءات اللازمة. معدات ترسيل على المباشر في
في قسم المؤتمرات من يوم 21 إلى غاية الإعلان على النتائج النهائية. طبعا مراكز الفارز إن شاء الله بعد 10 متاع الليل زادة باش نكونوا متواجدين ونتابعوا ونأمنوا بث عملية الفارز. تغطية مباشرة تؤمنها التلفزة التونسية عبر مراسليها ومبعوثيها وتقنييها وفرقها التلفزية لنقل الصورة كما هي من مختلف جهات الجمهورية في مواكبة تتراوح بين البرامج والنشرات الإخبارية.